السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء في مؤسسة الباحثين السودانيين، مبادرة الباحثين السودانيين، مرحبا بكم. أنا أحمد عادل الحاج أجاك، الطالب في كلية الطب جامعة النيلين السنة الأخيرة، وصاحب لكتاب في علوم الأعصاب اسمه الجاكس ليكشر نوتس ان نيوروساينس، ومقدم لبعض الإيفنتس في علوم الأعصاب في الفترة اللي فاتت دي كلها. أول ظهور لي هنا في الجروب من خلال الفيديوهات اللايف، حابب أشكر رئيس المجموعة دكتور أنور دفع الله على إتاحة الفرصة الجميلة دي، وآمل أنه إن شاء الله تكون حاجة مفيدة بالنسبة لكم ومفيدة بالنسبة لي أنا برضو. هأتكلم إن شاء الله في حاجات معينة. الحاجات الأولى هي عن علوم الأعصاب نفسها، هي شنو وليه نحن هنا في السودان ما بنعرفها، نعرف بس الحاجات اللي هي طب المخ والأعصاب وكده. في نفس الوقت برضو داير أتكلم عن النشر أثناء الحياة الجامعية أو الحياة الدراسية وكده. ما حأتكلم عن كل الكلام ده الليلة، حأتكلم الليلة إن شاء الله حوالي 5 دقائق كده، وفي مرات قادمة ممكن نهايات أسبوع أو في أوقات لاحقة برضو بنتكلم في فرص تكون أوسع بإذن الله تعالى. تعريف بنفسي، أنا أحمد عادل زي ما أسلفت، كان نشرت كتاب قبل حوالي 3 سنين أو أقل من 3 سنين بشوية في علوم الأعصاب، اللي هي كان الكتاب مختص بالتشريح العصبي ووظائف الأعضاء العصبية. نشرته في آخر 2015، كنت في طالب في السنة الثالثة، وموجود الآن في المكتبات. بناقش المواضيع اللي هي اسمها نيورو ساينس أو علوم الأعصاب. شنو هي النيورو ساينس أو علوم الأعصاب؟ هي it is the study of the normal anatomy and physiology of the nervous system and how it produces behavior. فهو بالتالي مختلف عن الفكرة المعروفة عند الناس اللي هي طب المخ والأعصاب والأمراض وكده، بأنه ده دراسة الدماغ والنخاع الشوكي وجميع الأجزاء العصبية بصورة طبيعية، الحاجة الطبيعية الموجودة في الإنسان من غير ما يكون في أي مرض. يعني كيف مثلا، يعني شنو النخاع الشوكي وشنو التركيبات اللي فيه والمخ وتركيباته المختلفة، كيف الواحد بيقدر يتذكر، كيف الواحد بيقدر ينوم، كيف الواحد بيقدر يمشي، كيف الواحد بيقدر يتعلم وهكذا. دي هي اسمها علوم الأعصاب أو النيوروساينس. بيجي عليها بناء عليها بتجي التخصصات زي جراحة المخ والأعصاب نيوروسيرجري، أو طب المخ والأعصاب نيورولوجي، أو طب مخ والأعصاب للأطفال اللي هو البيدياتريك نيورولوجي. برضو بتجي اللي هو الطب النفسي برضو مبني عليه السايكايتري، وجزء من الأنستيزيا والتخدير، وكمية من التخصصات الثانية اللي لها علاقة أو المرتبطة بها. للأسف هنا المجال ده ما موجود في السودان، ما ممكن التحضير. هو طبعا مجال أكاديمي بحت، يعني ما مجال سريري ممكن تعمله في مجلس التخصصات الطبية. المجال ده زيه زي مثلا التشريح او الاناتومي العادي او الفيزيولوجي او كده، بتعمل له ماجستير بتعمل له دكتوراه. ماجستير ودكتوراه للاسف لا في السودان ولا في العالم العربي كله ولا حتى في هنا في افريقيا ممكن تلقاه. موجود في الدول الاوروبيه بشكل كويس، موجود في امريكا بشكل موسع جدا، وتكاد تكون هي الدوله الوحيده اللي فيها بكل انواع علوم الاعصاب موجود فيها. كندا برضو موجوده، موجود في اليابان، وما متأكد إذا كان موجود في أستراليا أو غير موجود. فدي اللي هي نبذة عن علوم الأعصاب. هي شنو؟ ليه اخترت أنه أنا أكتب عن علوم الأعصاب تحديدا؟ لعدة أسباب، منها الشغف اللي أنا بحبه، يعني حاجة أنا بريدة جدا في علوم الأعصاب. أتذكر حتى كنت لما بتابع ألعاب العقل اللي بيجيبوها في ناشونال جيوغرافيك وكده، وحتى لما بدينا ندرسها في التشريح فكان نيورو اناتومي لما درسناها في الفيزيولوجي كان نيورو فيزيولوجي، برضو بتكتشف انه في حاجات كثيره جدا جميله جدا فيها. بالاضافه لانه احساس بانه في حاجه، في علم متطور، علم جميل، علم لسه ممكن يكون فيه حاجات لقدام لحد الان ما معروفه، لكن للاسف في السودان ما في. فدي كانت واحده من اهم الاسباب. بالاضافه لانه بشكل عام الطلاب عندهم مشكله فيه، فبنلاحظ انه طلاب السنة الثانية او الثالثة مثلا بيكون عندهم مشكلة في العلوم العصبية بشكل عام، ودارين يتخرجوا منها بأسرع ما يمكن يعني. فدي هي الحاجات بشكل عام.
دي علوم الأعصاب، وده تعريف عنها بشكل عام. ده لايف قصير جدا، إن شاء الله في أوقات لاحقة بنتكلم عن الكتاب نفسه، وأنه كيفية وخطوات الكتابة، وكتابة أثناء الحياة الجامعية وكذا، في سلسلة متقدمة إن شاء الله من الفيديوهات التي تنتشر على الجروب بإذن الله تعالى. أتمنى أنه تكونوا استفدتوا. شايف في ناس قالوا أنه إلى الآن ما قدروا يسمعوني كويس، هل الصوت واضح ولا لا؟ يا ريت لو في الكومنتات تقولوا لي. هل الصوت كان واضح ولا لا؟ بس طيب دكتور أنور دفع الله طلب أنه يشوف الكتاب، فناخذ لنا خطوة صغيرة كده ونقوم نجيب الكتاب. ده هو الكتاب اللي حابين يشوفوه. فأرجو أنه يكون واضح. طيب إعادة سريعة كده للكلام، بما أنه الصوت ما كان واضح جدا. أنه أنا طالب أحمد عادل الحاج الجاك من كلية الطب جامعة النيلين السنة الأخيرة. قبل 3 سنين كان كتبت كتاب في علوم الأعصاب اللي وريتكم صورته قبل شوية. علوم الأعصاب هي العلوم المهتمة بالتشريح العصبي ووظائف الأعضاء العصبية، نيورو أناتومي أند نيورو فيزيولوجي. ديل مجالين موجودات هنا في السودان، كواحد تابع للتشريح وواحد تابع لوظائف الأعضاء اللي هي الأناتومي والفيزيولوجي، لكن ما موجودين مفصولين للأسف، في حين أنه في أجزاء كثيرة من العالم مفصولة وتدرس بشكل منفصل تماما. محتاجين حقيقة أنه يكون موجود هنا، فبحاول الآن أنه ندخل الوعي بعلوم الأعصاب المختلفة في السودان من خلال حاجة هي اسمها الـ Events، الجاكس Neuroscience Events. عملت منها 6، والسابع إن شاء الله خلال 2 أسبوع من الآن. الـ Event الأول كان اتكلمت فيه عن الـ Future and Application of Neuroscience اللي هو كان في جامعة النيلين. الثاني كان اتكلمت فيه عن Cognitive and Behavioral Neuroscience، وكيف انه الواحد بيقدر يفكر ويتعلم ويحس والمشاعر والكلام ده كله، كان في جامعة المغتربين. الثالث كان عن العلاقة ما بين Neuroscience وال Different Clinical Specialties زي النيورولوجي زي النيوروسيرجري زي السايكايتري وكده، وشنو الفرق بيناتهم. كان ايفنت مفصل في الحاجة دي، كان في جامعة الرباط. الايفنت الرابع كان عن النيورو ساينس اوف دانسينج، كيف انه المخ والجهاز العصبي المركزي بيتحكم بالحركة، والحركة دي من ضمنها مثلا الرقص، وكيف الربط ما بين الموسيقى او المؤثر السمعي وما بين الحركة. وده كان في كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا. الايفنت الخامس كان عن النيورو ساينس اوف ميموريز، كيف الانسان بيتعلم وبيتذكر وبيكون ذكريات جديدة وبيقدر يستعيدها، وكيف وأنواع الذاكرة من كل النواحي. ده كان في جامعة الأحفاد. والإيفنت السادس عن النيورو ساينس اوف انتليجنس، الذكاء وأنواعه وأشكاله ومربوط بشنو، بأي مناطق موجودة في الدماغ وكده. وده كان في الزعيم الأزهري. إن شاء الله خلال 2 أو 3 بالكثير حيكون في إيفنت عن النيورو ساينس اوف سليب، أو اللي هو علوم الأعصاب المختصة بالنوم. دي كيفية النوم والمراحل حقة النوم والساعة البيولوجية والتفاصيل دي كلها، وده حيكون في النيلين بعد 2 أو 3 إن شاء الله تعالى. أنا آمل أنه تكونوا يعني استفدتوا من اللايف القصير ده. الناس قالوا دايرين صورة تانية للكتاب. ده هو الكتاب، الكتاب موجود في طب النيلين في مكتبة الخدمات، موجود في طب النيلين، وموجود في البوسطة، المكتبة العلمية الطبية في البوسطة، دي المكانين اللي فيهم الكتاب. جهزوا استفساراتكم إذا عندكم أي استفسارات أو كده، إن شاء الله للمرات الجاية هيكون فيها نقاشات موسعة وكده.
ده كلها كده نبذة بسيطة، ونتلاقى بإذن الله تعالى في الحاجات في مناسبات أخرى، وأطلع أنه أشوفكم إن شاء الله في الإيفنت الجاي في النيلين إن شاء الله خلال 2 أو 3. عندي جروب ممكن تتابعوه، جاكس نيوروساينس ديسكشن، شوفوه وبتعرفوا آخر أخبار الإيفنتات دي بإذن الله تعالى، أو تابعوا صفحتي الخاصة إن شاء الله. شكر جزيل لدكتور أنور، دفع الله على الجروب الرائع، وشكر جزيل له على إتاحته الفرصة لي عشان أقدر أتكلم في وأتكلم في علوم الأعصاب بشكل عام، وآمل أنه يكون نفعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.